إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تمر علينا اليوم الذكرى السادسة من اختطاف واغتيال الشيخ الدكتور العلامة المحدث شهيد السنة الشيخ نادر السنوسي العمراني رحمه الله. وبمناسبة هذه الذكرى نحب نرسل ثلاث رسائل، لعل في هذا الفيديو يعني نجد أذانا صاغية ونجد من يعني يفعل خير في حق أهل الشيخ نادر وذويه وأصحابه وأحبابه. الرسالة الأولى للحكومات، سواء الحكومات المتعاقبة ولا الحكومة القائمة اليوم. الحقيقة احنا من 2016 لم نرى جدية من الحكومات ولا وزراء الداخلية ولا من النائب العام ولا من الجهات الأمنية في الكشف عن ملابسات اغتيال واختطاف وقتل الشيخ نادر رحمه الله تعالى. وهذا الحقيقة يخلي هناك استفهام كبير، ويسيدي الاستفهام هذا نسأله الآن، شن صار في قضية الشيخ نادر؟ وين واصلة قضية الشيخ نادر؟ وين جثمان الشيخ نادر؟ هذا كله تحتاج إلى إجابة من الحكومة ومن مكتب النائب العام. الشيخ نادر مواطن ليبي، أهله وأصحابه وزملائه يبوا إظهار حقيقة وقضية الشيخ نادر. الرسالة الثانية هي رسالة للمجرمين وأصحابهم وأصدقائهم وقاربهم. نبي نقول لك إن دير خير فيه أمه وفي أبوه، واعطي معلومة على وجود جثمان الشيخ نادر. يعني الحرقة ما زالت في قلوب أبوه وأمه وصغاره وأصحابه وأصدقائه في عدم وجود جثمان الشيخ نادر. فأنا نقول لك يا مجرم، يعني دير خير وأوصل في جهات أمنية، أبعد شخص، أبعد رسالة، بحيث أنت تكون بتأمن على روحك، وقول راهو جثمان الشيخ نادر في المكان الفلاني في المدينة الفلانية في الجهة الفلانية، لعلك تدير خير في هذا. وهذا الكلام حتى لأصحابهم، لأن مرات أصحابهم سمعوا بمعلومات وعندهم معلومات على وجود جثمان الشيخ نادر في أي مكان هو. أقل شيء تعينوا أبوه اللي كبر في السن وأمه الكبيرة مسكينة، وتريحوا قلبها وتبي تشوف قبر ولدها كباقي الناس. يعني الرسالة الثالثة هي رسالة نبي نقول فيها إن راه أهل الشيخ نادر وأصحابه وزملائه وأحبابه هم على يقين في الله وبالله أن جزاء المجرمين سيكون في الدنيا قبل الآخرة، وهذا لا شك فيه. ومن أكبر الأدلة على هذا أن الإنسان يموت على سوء الخاتمة. وقد شاهدنا ممن أسهم في قتل الشيخ نادر وكان شريك في الجريمة أنه مات في حضن كافر ملحد يقول لا إله في هذه الدنيا، ومات في حضنه، مات يقاتل معه ومات بجانبه، وهذا دليل والعياذ بالله على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ نادر وأن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يهيئ لبلدنا هذا الأمن والأمان والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.